بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيقيم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حفل لتكريم الفائزين في المسابقة البحثية اللي عقدها المجمع لباحثي مؤسسة الأزهر الشريف، واللي عقدت بعنوان تراث الإمام المتريدي. المسابقة استهدفت دراسة سيرة الإمام المتريدي وتراثه العلمي وتابعيه بصورة أعمق، مع تعزيز الوعي بالقيم الإنسانية وقيم التسامح. النهاردة هتنظم هيئة الطاقة الذرية ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بعنوان الأمن المائي وتطبيقات التقنيات النووية في مجال علوم المياه. كمان هتنظم الهيئة مؤتمر عن أحدث أبحاث قسم كيمياء البوليميرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي فيوتشر مع أسوان الساعة 3 العصر، وهيلتقي الزمالك مع إمبي 7 بالليل. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من ويست هام مع أستون فيلا وفولهام مع أرسنال، والساعة 6:30 نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون.